مرحبا بكم معايا في قناه حلويات اسماء. اليوم غادي نقدم لكم بسكوي رائع جدا. هذا البسكوي هو عباره عن بسكوي ديجيستيف او دايجستيف كوكيز. هو بسكوي بالحبوب الكامله كيتباع في المحلات التجاريه باثمنه مرتفعه. اليوم غادي نحضروا لكم بمكونات رخيصه بزاف ومذاق ولا اروع. نتمنى تعجبكم الوصفه، فرجه ممتعه. لهذه الوصفة غادي نحتاجو 100 غرام ديال الدقيق الأبيض، غادي نحتاجو 100 غرام ديال الدقيق القمح الكامل يعني القمح بنخالته، غادي نحتاجو 70 غرام ديال النخالة رقيقة محمرة بحال هذا الشكل. يمكن لكم تعوضوها برقائق الشوفان مطحونين، ماشي الدقيق ديال الشوفان، الرقائق. غادي نحتاجو أيضا 50 غرام ديال السكر كلاصي، ويمكن لكم تزيدو في السكر إذا بغيتو يجي حلو، ويمكن لكم أيضا إذا بغيتو يجي صحي أكثر تعوضو السكر كلاصي بالسكر البني. 100 غرام ديال الزبدة في حرارة المطبخ، وعندي ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة، وربع ملعقة ديال الملح. أيضا غادي نحتاجو سكر فانيليا ساشي واحد، والقليل من الحليب باش غادي نجمعو هاد العجينة. كنبداو كما العادة في إناء، وعلى بركة الله كنديرو كل المواد الجافة من النخالة والدقيق الأبيض ودقيق القمح الكامل والسكر كلاسي والخمارة والملح وسكر فانيليا. من بعد كنمزج هاد المكونات الجافة مزيان مع بعضياتهم، عاد كنزيد الزبدة اللي في حرارة المطبخ، وكنحاول نفركها مزيان مع المواد الجافة حتى كترمل لي كيترمل لي الخليط كيولي بحال الربلة على هاد الشكل. بعد ما رملت الخليط ديالي مع الزبدة مزيان، كنبدا نزيد في الحليب ملعقة بملعقة كما كتلاحظوا هنايا، الحليب الكافي اللي غادي يجمع لنا العجينة. ف العجينة كتكون قاسحة، كنخلي يعني كنزيدو غير ملعقة ملعقة. انا تقريبا هزات ليا 5 معالق كبار ديال الحليب. فاش كتولي لنا العجينه بحال هكا وكتجمع صافي، كنحبسو من الاضافه ديال الحليب وكنخليوها على جانب باش ترتاح شويه، عاد نبداو نخدمو بها. بينما ارتاحت لي العجينه واحد 10 دقائق، كنجيبها وكنديرها ما بين جوج بلاستيكات بحال هذا الشكل. كنجيب بلاك وكنحاول نطلقها ونسرحها، ما كنسرحهاش رقيقه بزاف باش ما يجينيش البسكوي رقيق وناشف. من بعد ما كنسرح العجينه ديالتي في السمكه المناسب، كنجيب اما قطاعه ولا كاس ولا اي حاجه تكون دائريه والحجم ديالها مناسب، كنجي وكنبدا نقطع دوائر بحال هذا الشكل. بعد ما قطعت دوائر من العجين، كنجي كنهز دوك الدوائر ديالي وكنحطهم في صينيه تكون مدهونه بالزيت ولا مفرشه بورق المطبخ. فاش كنسالي ونكمل العجينه ديالتي ونعمرها في الصينيه، كنجيب فرشيطه او شوكه وكنثقب بها البسكوي باش يعطيني الشكل ديال البسكوي اللي بحال اللي كيتباع. من بعد كندخل هذا البسكوي للفران حتى كيطيب ويتحمر، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. والديجستيف كوكيز او البسكويت بالقمح الكامل هو موجود من بعد ما طاب وتحمر، كيجي بحال هكا، كيجي لذيذ بزاف بزاف بزاف، وكيجي مقرمش. وسواء في وجبة الفطور الصباحية مع الحليب ولا للأطفال ديالنا، ممتاز للغاية. نتمنى تكون عجبتكم هاد الوصفة، إذا عجبتكم ما تنساو ديرو جيم لفيديو وشاركو في القناة ديالي باش توصلكم جديدي. شكرا بزاف على المتابعة، وتلقى فيديو جديد إن شاء الله.